في القمة، الكل يتغير، فاللاعبون هذا يرحل ويأتي ذاك، والمدربون قد يرحل منهم قبل المباراة بساعات، والحكم يأتي من جميع البلدان، إلا عنصرا واحدا فقط هو الجمهور، ثابت لا يتغير. شاهد المئات من القمم مباريات الكلاسيكو محفورة في الأذهان، فهذا يهتف باسم الشياطين الحمر، وذلك يردد هتاف مدرسة الفن والهندسة، كلاهما يبحث عن فوز فريقه بهتافات وتشجيعات غير تقليدية تطورت على مدار السنوات. مصر أولا ولا للتعصب، ذلك هو الشعار الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة المصرية لحث الجماهير على تجنب التعصب، مع إطلاق خطة ممتدة لمدة عام كامل لتنقية الجماهير في مختلف المحافظات من التعصب والبعد عن إثارة أي ضغائن ومنع الفتن والوقيعة بين الجمهورين. ما بين الهتاف باسم بيبو أو عشق حازم إمام وغيرهم العشرات من النجوم الذين سطروا بأقدامهم تاريخا لا ينسى في القمة، تبقى كل تلك الإنجازات والتبلوهات الفنية الكروية محفورة في ذاكرة الجماهير التي تنتظر مباراة القمة من وقت لآخر للتعبير عن انتمائها لفريقها، سواء بقميص أو علم أو رسومات الشعار على الوجوه.